يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي والمنعقد في مدينة بنجول عاصمة ناميبيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وانطلقت القمة اليوم وتستمر حتى الغد تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة. أوضحت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية على أجندة الدول الإسلامية، بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية. كما ستناقش القمة أهمية نبذ خطاب الكراهية والإسلامفوبيا وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب. Like to inform your guest assembly that my consultations have reached to the designation of Dr. Mehmed Farfassi. As such, as an envoy, I would like you to approve this designation. We continue to cooperate with the international